غلب الحاج متولي وجعفر العمدة بجوازه من الأربعة، وقال لك لا الحاج متولي أحسن مني ولا جعفر العمدة مقتدر عني، في الأول وفي الآخر دول مصريين إنما هو كويتي، يعني ما نقدرش نقول تلت التلاتة كام على إمكانياته. ما يتجوزش يا أربع لي، فلوس ما في شطر منها، صحة ما شاء الله شاب يسد عين الشمس. طالما ده تمثيل وفن هو قرر يتفنن في جوازته الأربعة وبرضه يعمل حاجة جديدة. المفاجأة بقى إنه اتجوزهم مرة واحدة، أيوة الأربعة في ليلة واحدة وشهر عسل واحد كمان، ويبقى زيتهم في دقيقهم، وبدل ما يبقوا اربع خبطات في الراس خلاهم خبطه واحده، وبقت ليله العمر زي ما الكتاب ما بيقول. مش اول مره يتجوز، خد دي كمان، دفع مهر 500,000 دينار، 100,000 دينار مصاريف شهر عسل. امال انت فاكر ايه؟ مش هتصدق عمل كده ليه؟ اتجنن ده ولا ايه؟ وايه حكايه الموضوع ده؟ تعالوا نعرف كل تفاصيل الفيديو ده. 3 على 1 كام؟ يا دوب. 4 على 1 كام؟ حرام. ده في عرف زواجات الحاج متولي، لكن في عرف الكويتي وزوجاته الأربعة إنه حلال والشرع بيقول كده. مرة واحدة بقى على مرتين مش هتفرق معهم في حاجة طالما مالين إيديهم أو خلينا نقول جيوبهم منه، فليه لأ بقى؟ ده بقى اللي يتقال عليه ذري العربي بشحمه ولحمه، أقصد بهيئته وفلوسه، يعني الإنسان ما يعبوش إلا جيبه. ده طلع مثل ومطبق على الواقع بحذافيره أهو. تخيل المفتري يتجوز أربعة في يوم واحد، قاعد في الكوشة وعلى يمينه عروستين وعلى شماله عروستين وشهريار زمانه، لدرجة إنهم قالوا عليه شهريار العرب، واقف بياخد السيلفي معاهم وموقفهم طابور وراه. والحقيقه هو مش مخلي نفسه في حاجه، عمل توليفه بين الشقره والسمره لدرجه ما تقدرش تحدد بالظبط هو بيحب ايه في الستات. شعر اصفر موجود، عيون خضراء عايز الطلب، شعر اسود عربيه اصيله، امال ايه؟ الغريب ان كل واحده بستايل مختلف، وكل عروسه لابسه فستان ابيض غير تانية، والمزيكا بتقول وتعيد، وده يدل على انه سايب كل واحده براحتها، لا مضايق على دي ولا مزهق دي في حاجه، علشان يتبسط لازم يبسطهم. دول أربعة، ولو قلبوا عليه يقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. الفيديو ده انتشر الساعات اللي فاتت وعمل حالة من الجدل بين جماهير السوشيال ميديا، اللي هو لسه في حد بيتجوز وبالأربعة كمان؟ وحسب ما نشرته جريدة الرأي الكويتية إن الشاب ده مر بتجربة زواج فاشلة وانفصل عن زوجته بعد فترة قليلة جدا من الجواز، وقالت له مش هتلاقي حد ترضى بيه ولا تبص لك بعدي. طبعا الجملة دي استفزته وخلت الدم يغلي في عروقه، واتشجع وحاول يثبت ليها إنه يقدر، وألف واحدة تتمناه بس هي اللي ملهاش في الطيب نصيب، سبتيني؟ طب اهو. راح قال ايه بقى؟ يجي مكانه اربع غزلات وعمل لهم فرح جماعي على اعلى مستوى، ودفع مهر 500,000 دينار غير ال 100,000 شهر العسل. مش متجوزهم حبا فيهم ولا انه بتاع ستات، لا خالص، ده انتقام من طليقته مش اكتر. ده اللي انتشر مع الفيديو، لكن ده مش حقيقي. الحقيقه ان الشاب متجوز من دكتوره اسمها خلود وهو اسمه امين، يعني متجوز واحده بس. اما بقى ثلاثه تانيين فهم عارضات ازياء شاركوا في حفل الزفاف، وده بغرض دعائي لأحد مصممي الأزياء اللي كان شايف إن دي ترويج لتصميماته. ده غير إنه بالبحث توصلنا إن الفيديو ده قديم من 2016 وعمل وقتها ضجة كبيرة، نفس اللي حصلت الساعات اللي فاتت، وكأنه بينتشر للمرة الأولى. لو كان ده بقى حصل بجد، هل شايفين إنه حر يعمل اللي يحلاله ولا كده بينشر قيم وعادات مش كويسة في المجتمع بين الناس؟ ولو مكانه تعمله كده ولا واحدة تحبك وتصونك أفضل ألف مرة من أربعة الله أعلم ناويين يعملوا فيك إيه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات. You